نروح بقى ل يعني الملكة المتربعة على قلوب الجمهور المصري والعربي كله، ويمكن من شهر رمضان اللي فات بعد عرض مسلسلها وهي نالت الجائزة الكبيرة حب الجمهور، ومفيش حد بيتكلمش عن الملكة صفصف والجملة الشهيرة اللي يعني كنا بنستناها كل حلقة، أنا الملكة. فنانة هالة صدقي امبارح يعني حصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها في مسلسل جعفر العمدة ودور صفصف. ملكة بنرحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك اهلا وميرسي بيك. على المقدمة الحلوة دي. يعني تستاهلي اكتر من كده، واعتقد يعني مبروك اولا، وثانيا يعني الجائزة وصلكي من زمان بعد رمضان يا استاذة هالة. طبعا انا الحقيقة الجمهور كم الرسائل وكم الاعجاب اللي انا بشوفه في الناس و كم المتابعات، الحقيقة يعني انت بس يكفي انه على التيك توك انه يبقى فيه متابعة 4 مليار، ده رقم ما عمره شاء ما الله. حصل في تاريخ الدراما المصرية، فده يكفيني قوي يعني. هو طبعا يعني ما كانش في حديث غير عن الملكة، لكن قولي لنا بقى حضرتك وجودك او تتويجك او تتويج النجاح ده من خلال مهرجان الدراما في العالمين، شفت المهرجان السنة دي ازاي في العالمين الجديدة؟ يعني هو طبعا لطيف انه يبقى يعني انه يبقى انه يبقى في مدينه العالمين، لان انا من طبعا من اشد واحب البلاد بالنسبه لي العالمين اكيد. من زمان العالمين مع حضرتك، من زمان موضوع الساحل. يعني انا يمكن اول واحده سكنت هنا في العالمين، ولكن وعمري ما تخيلت انها تبقى بالمنظر والشكل العالمي اللي احنا شايفينه ده. ولطيف انه يبقى في مهرجان، بس هو الاحسن انه يبقى مهرجان سينمائي يعني مش تلفزيوني، انه يعتمد على السينما العالميه احسن. طيب، وطالما وبس حضرتك اتكلمت بقى عن السينما، في سينما قريب للاستاذه هاله؟ ان شاء الله انا بكره هبدا او تصوير اول يوم كتف قانوني اخراج سامح عبد العزيز. الف مبروك وبالتوفيق ان شاء الله. هرجع اشكرك. لجعفر العمده وتاثيره، طبعا احنا كلنا تابعناه في رمضان وفي حاجه كده اه انتظار وترقب للجزء الثاني، ايه الاخبار؟ إيه والله ده يسأل فيه الأستاذ محمد سامي مش أنا، لأنه تمام. هو لسه بيتكتب، ومؤكد إن إحنا لو هننزل الجزء الثاني يبقى على المستوى أعلى من الجزء الأول، كلنا حريصين على ده حضرتك كنت فإن حريصة شاء الله. تشتغلي مع الأستاذ محمد سامي. طبعا طبعا هو الهدف كان بالنسبة لي محمد سامي. الفنانة الكبيرة هالة صدقي الملكة، ملكة صفصف في مسلسل جعفر العمدة، هتفضلي ملكة متوجة على قلوب كل الجمهور المصري والعربي يا أستاذة هالة. بشكرك جدا أشكرك، وألف مبروك ميرسي، مرة ثانية. شكرا يا حبيبي، شكرا. ميرسي، شكرا، مع ميرسي يا فندم. شكرا.